وبالعودة إلى متابعة العملية الانتخابية، ينضم إلينا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. برحب بحضرتك، وسؤالي عن رصدك للتطور في الآليات في العملية الانتخابية، كيف رصدتها هذه المرة لتجنب ومنع وقوع أي سلبيات أو عوائق؟ وطبعا احنا شايفين من النهارده الصبح، طبعا كان يوم، انا شايف ان هو يوم مشهد عظيم بالنسبه للدوله المصريه، مشاركه هذه المشاركه والكم الكبير من المشاركين من ابناء الشعب المصري في الانتخابات الرئاسيه، ده دليل على الوعي المتزايد لدى ابناء الشعب المصري لمواجهه، طبعا ان هم واقفين خلف القياده وخلف الدوله المصريه، يحيطوا بالدوله المصريه لمواجهه اي تحديات او ازمات. احنا عارفين ان في ازمات كثيره في الوقت الحالي بتواجه الدوله المصريه، الشعب عنده الوعي وعنده الادراك الحقيقي بحمايه الامن القومي المصري وكيفيه حمايه الامن القومي المصري. وجودهم النهارده امام الصناديق وفي الانتخابات ده تاكيد من الشعب المصري على حمايته للدوله، تاكيد من الشعب المصري على وقوفهم خلف الدوله لمواجهه كل هذه التحديات. بالنسبه للاجراءات اللي تم اتخاذها من اجل العمليه الانتخابيه وسهوله ويسر العمليه الانتخابيه، طبعا الهيئه العليا للانتخابات وضعت طبعا قواعد. نعم، أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، يعني إذا كنت تسمعني، ما نتحدث عن التطور في آليات العملية الانتخابية وكيف أدى ذلك إلى زيادة نسبة المشاركة الملحوظة منذ صباح اليوم. هو طبعا الإجراءات اللي اتخذتها الهيئة العليا للانتخابات ومن خلال التسهيلات على المواطنين، ده وفر طبعا من الوقت، وفر من المجهود ايضا. لهذا السبب احنا شاهدنا كثافه كبيره جدا من المواطنين امام اللجان الانتخابيه، انهاء الاجراءات بشكل سريع جدا بالنسبه للادلاء بالصوت. كل الاجراءات طبعا اتخذتها الهيئه الوطنيه للانتخابات، قدرت ان هي تسهل على المواطنين، قدرت ان هي تستوعب هذا الكم الكبير من ابناء الشعب المصري في اليوم الاول للانتخابات الرئاسيه، طبعا بجانب التنسيق الكامل مع اجهزه الشرطه اللي بتنظم من خارج اللجان المواطنين، وايضا تسهيلات للوصول الى اللجان الانتخابيه. نعم، أيضا يعني لاحظنا هذه المرة تواصل مستمر مع رؤساء اللجان العامة في شتى محافظات الجمهورية، وحينما كانت هناك الانتخابات بالخارج رصدنا أيضا من خلال التواصل المستمر بالفيديو كونفرنس مع السفراء القائمين على العملية الانتخابية بالخارج. أيضا هناك تطور في اللوجستيات المستخدمة في العملية الانتخابية. طبعا الاليات المستخدمه الحديثه والتكنولوجيا الحديثه وادخالها في عمليه الانتخابات ده شيء مهم جدا لاستيعاب الاحداث بشكل سريع، وايضا لو في ازمات او في مشاكل يتم حلها. نعم، استاذ جميل عفيفي مدير تحرير الاهرام كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.